عليكم شباب سنة أولى ثانوي، أخباركم إيه؟ إن شاء الله تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله تعالى هنحل مع بعض النموذج الاسترشادي اللي منزلاه الوزارة، ونشوف إزاي بنتعامل مع الأسئلة. طبعا إن شاء الله الامتحان يبقى جاي لطيف، ولكن برضو أدينا بنستعد للامتحان بإن إحنا يبقى عندنا كذا حاجة نقدر نتكلم فيها، ويبقى كمان شغالين بإن إحنا نذاكر ونتعود على النمط الامتحانات، ونبطل سياسة إن إحنا يعني الامتحان هيتسرب او مش هيتسرب او يجي سهل او صعب. انت ذاكر واعمل اللي عليك ومالكش دعوه. هنسمي الله ونقرا السؤال الاول. هو الاكزام نازل حوالي 10 questions، تمام، نازل مع ماده زي الكيمستري والبيولوجي، فطبعا مادتين تقال، فنستعين بالله ونسمي الله ونبدا. هنا بيقول لي choose the correct answer. بيقول لي هنا الاف بيأثر على ام ويتحرك باكسلريشن 1، بينما هنا 3F اثرت على ماس ام وتحركت باكسلريشن 2. بيقولي if the force acting on the body is tripled زي ما انت شايف acceleration by which the body moves in second case. كلام جميل. اشتغلها ازاي؟ ممكن تشتغلها logic ان acceleration direct مع الفورس، فلو الفورس tripled acceleration tripled. وممكن تقول ان F1 over F2 equal M1 over A1 أو times A1 over M2 times A2. واضح ان الام هي الام، فتطير الام مع الام لانهم نفس الماس. F1 قيمتها F فنحطها F، F2 قيمتها 3F فنحطها 3F، والحالة الاولى A1 والحالة التانية A2. تقوم عاملة ايه؟ طايرة الF مع الF و تطلع الـ A2 فوق وتطلع الـ 3 فوق، فتبقى A2 equal 3A1، فتكون الإجابة رقم A. السؤال اللي بعد كده بيقول، السؤال اللي بعد كده ادانا الشكل اللي انت شايفه ده كده قدامك، بين relation ما بين الماس وما بين الـ 1 over velocity، وقال لي the graph illustrates the relation between the mass of the body and the reciprocal of velocity. reciprocal of يعني 1 over. So the ratio of momentum of body B to the momentum of body A equal to. السؤال اللي بعد كده بيدينا الريليشن زي ما احنا اتفقنا ده، وبيكلمنا بيقول لنا عايز الريشيو ما بين مومنتم B زي ما قلنا ومومنتم A. طب هي فين B؟ اهي B، وفين A؟ اهي A. قبل ما نشتغل لازم نجيب السلوب بتاع الجراف ده. فلو جبنا السلوب الجراف، السلوب قاعده ثابته بيساوي الواي اكسس على الاكس اكسس، فاحنا عندنا الواي اكسس عليه الماس، الـ x axis عليه الـ reciprocal of velocity يعني 1 over v، ده يطلع فوق تبقى الـ slope equal mv، إذن الـ slope equal momentum. كلام جميل. طب أنا دلوقتي مش عارف أجيب المومنتم إزاي. حبيبي إحنا اتفقنا إن المومنتم بيساوي الـ slope. طب أنا أجيب المومنتم إزاي؟ لما تجيب الـ slope. طب أنا أجيب الـ slope إزاي؟ السلوب ليه قانون بيقول ان السلوب equal tan ثيتا. طيب تعال نشوف، يبقى السلوب بتاع ايه equal المومنتم بتاعته، مش السلوب بيساوي المومنتم، equal tan 30، والسلوب بتاع بي equal المومنتم بتاعته equal 10. اوعى تقول 30 ازعل منك، ده كله من ده لحد الاكس اكسس 30 و 30 يبقى كام؟ 60. وما تجيش تقول لي هاف، هتيجي على الكالكوليتر تروح استاذنك، هو عايز المومنتم بتاع بي على مومنتم اوف ايه، فتقول لي مومنتم بي اوفر مومنتم ايه، مومنتم بي اتفقنا انها 10 60، مومنتم ايه 10 30، تعمل لي 1060 over 1030، هتطلع مع سعادتك الإجابة رقم B هتبقى B3. مظبوط؟ ننقل على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده وهو بيقول لنا هنا بالشكل اللي انت شايفه دوت، عندنا A body الماس بتاعته 100 جرام. رقم واحد ما ينفعش تبقى الماس بال 100 جرام، فنحولها فناخد ال 100 جرام نضربها في 10 باور نيجاتيف 3 عشان تبقى بالجرام، فتطلع بكيلو جرام، فتبقى الإجابة 0.1 كيلو جرام. ده رقم واحد. قال مشدودة بثريد طوله 70 سنتيمتر. طب ما الثريد ده هو الراديوس بتاع السيركل اللي عملها، بس خلي بالك ان هو بالسنتي، يبقى لازم يتحول متر
يبقى نقسم على 100 او نضرب في 10 باور نيجاتيف 2 فيبقى 0.7 متر. بيعمل 4 complete revolutions in 10 seconds. كلام جميل. عايز center orbital acceleration. حلو. center orbital acceleration بتساوي ايه؟ السنتر بيتال اكسلريشن اللي هو عايزها دي قانونها بيقول ان الاي بتساوي في سكوير على ار. واضح ان احنا معانا الار بس مش معانا الفي سكوير. طب ما احنا نقدر نجيب الفي. في قانون بيقول انها بتساوي 2 باي ار على البريدك تايم. كلام جميل. طيب ال 2 باي معانا، بس هل معانا بريدك تايم؟ هتقول لي اه طبعا معانا 10. اقول لك غلطان، لان البريدك تايم ده احنا عارفين ان هو تايم اوف وان سايكل، او زمن اللفه الواحده، او زمن الروتيشن الواحده. هو بيقول لك ده تايم حصل فيه كام سايكل او كام كومبليت روتيشن، 4. يبقى احنا مطلوب نجيب البريدك تايم بان احنا نجيب تايم السايكل الواحده بان نعمل التوتال تايم على النمبر اوف سايكلز او نمبر اوف ريفولوشنز. توتال تايم 10 سكندز اوفر 4 ريفولوشنز يدينا 2.5 سكندز. كده اصبح معانا البريدك تايم. نيجي نعوض بقى، نقول 2 الباي ب 3.14 R 0.7 على البريدك تايم اللي هو 2.5. كده ده نستخدم الكالكوليتر نشتغل عليهم كده. 2 times 3.14 times 0.7 تمام over 2.5. تطلع الإجابة 1.8 متر بير سكند. حد هيقول لي مش موجودة يا حبيبي، أنا مش عايز الفيلوسيتي، ركز، هو طلب منك السنتر بيتال اكسلريشن. فيبقى الاكسلريشن بتيكوال في سكوير على ار. ناخد ال 1.8 دي نعمل لها سكوير ما ننساش، ونقسمها على ال 0.7 اللي هي الار اهي. تطلع الاجابه 4.4 متر بير سكند سكوير، اختيار رقم دي. يبقى تاني ادانا ماس، وانا بقراها في الاول حولتها كيلو جرام عشان ما ينفعش، عشان في حاجه خدناها الترم الاول اسمها اس اي سيستم، ان احنا لازم الماس تبقى بالكيلو جرام واللينث او الريديوس يبقى بالمتر. وادانا لينث، فاحنا عارفين ان الخيط بما انه هيلف في شكل سيركلر موشن هيكون اللينث بتاعه هو الريديوس، فحولناه هو كمان. لقيناه عايز سنتر بيتال اكسلريشن. جيت احترت مش عارف ابدا منين، كتبت الرول لقيت ان ربنا كرمنا وادانا الار مش معايا الفي، ففي قانون عندنا بيقول ان الفي ايكوال 2 باي ار على تي. رحت كاتب الرول، لقيت ان التي دي مش معايا لان انا المفروض اعرف انها بريدك تايم، والبريدك تايم بيساوي توتال تايم على النمبر اوف سايكلز، فيبقى 10 اوفر 4 فيدينا 2.5. وبعد كده نقدر نستخدمها في القانون بتاع الفي، فيبقى 2 باي ار على في، وبعدها نجيب الاكسلريشن زي ما احنا قلنا. ده كده سؤال كويس اهي، تخليك ماشي خطوه خطوه. يبقى دي ستيب 1 عرفنا احنا عايزين ايه، ستيب 2 كتبنا قانون الحاجه اللي احنا عايزينها، ستيب 3 اتاكدنا ان احنا مش معانا بريدك تايم فجبناه، ستيب 4 رحنا جايبين ومعوضين بيه هنا، ستيب 5 عوضنا في قانون السنتر بيتال اكسلريشن عشان نوصل لقيمه السنتر بيتال اكسلريشن. السؤال اللي بعد كده بيقول لنا using the data on the figure the acceleration at which the car moves. الاكسلريشن اللي بتتحرك بيها العربيه ماشيه ازاي؟ طيب احنا دلوقتي عندنا الشكل اللي قدام حضرتك ده، ماس 1000 كيلوغرام، القوه اللي بيشد بيها المحرك يعني دي كانها التوتال فورس 500، او انا معلمها للولاد بتوعي اكتنج فورس، ومشغلين بقوانين شويه غير القانون اللي موجود عشان يبقى لوجيك او منطق شويه. وفي هنا فريكشن فورس، الفريكشن فورس دي اوبوزيت للاكتنج فورس. طيب يبقى في الاساس حضرتك ان ده بيشد في 500 ناحيه اليمين وده بيعطله ورا 100، يبقى انا هستفيد بكام؟ 500 - 100 لان دايما الفريكشن عكس الاكتنج، فيبقى او عكس الموشن، يبقى 400. ال 400 دي هي اللي هتبقى مسؤوله عن الموفمنت، فدي بنسميها اف موفينج، ومحدش بيقدر ياخد اف موفينج غير ام في اي، يعني ما ينفعش نعوض باف موفينج دي غير بام في اي. طيب الاف موفينج و400، الماس 1000، الاكسلريشن مش معانا، نروح مودين حضرتك ده بالديفايد، فتبقى زي ما انت هتشوف دلوقتي ان الاكسلريشن هتيكوال 400 اوفر 1000
equal 0.4 meter per second square، فبالتالي ده الاكسلريشن. طب هيتحرك ازاي؟ ما هو دي اقوى، فالبادي هيتحرك to the right، يبقى الاجابه C اللي هي هتكون 0.4 متر بير سكند سكوير تو ذا رايت. خلي بالك لو جاب لك 2.4 ممكن واحده تكون متر بير سكند، دي فيلوسيتي، احنا عايزين اكسلريشن، اليونت بتاعتها متر بير سكند سكوير. ننقل على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول the graphs illustrate how the acceleration changes as the reciprocal of mass changes. Which one illustrates greatest moving force؟ طب احنا دلوقتي هو بيتكلم على الفورس وعندنا جراف، اتفقنا ان احنا عشان نوصف اي جراف لازم نجيب السلوب بتاعه، والولاد دايما بتوع عارفين ان احنا اي جراف لازم نجيب له السلوب عشان نعرف نتكلم. فبالتالي لو جينا نجيب السلوب، فالسلوب بيساوي ايه؟ ها A على الواي اكسس كلهم A، و1 اوفر ام A، 1 اوفر ام A، 1 اوفر ام A، 1 اوفر ام، يبقى كلهم بيوصفوا نفس السلوب، يبقى A على الواي اكسس 1 اوفر ام تحت، دي بتطلع فوق، ده ماثيماتكس، يبقى ام في A، ام في A بيمثل فورس، اذا كل سلوب بيمثل فورس، يبقى احنا لو جبنا سلوب الجراف نقدر نجيب الفورس. طب ما احنا لسه واخدين معلومه قيمه دلوقتي بتقول، وهي المفروض دي اساس معاك، ان السلوب نقدر نجيبه من تان ثيتا، يبقى هنا الفورس بتاعت ايه هي السلوب، زي ما احنا اثبتنا، مش احنا اثبتنا ان الفورس هي السلوب، هتساوي تان 40، وهنا السلوب بتاعت بي هي الفورس بتاعت بي هتساوي تان، ايوه الله ينور عليك، 20، وهنا السلوب بتاع سي هو الفورس بتاع سي بيساوي تان 60، مظبوط ولا انا غلطان؟ كويس، وهنا السلوب بتاع دي هو الفورس بتاع دي بتساوي تان 15. نستخدم الكالكوليتر ونشوف، نروح قايلين تان 40 طلعت 8.4 تايمز 10 بوينت 1 يعني 0.84. المود بتاعنا الكالكوليتر عندي انا بس ايه نغيره، تمام ماشي اوكي 0.84. ناخد التانية تان 20 طلعت 0.36، كلام جميل. التالتة تان 60 طلعت 0.17، أو آسف 1.7، تمام. ناخد بعد كده تان كام 15 تطلع 0.27، يبقى 0.81، 0.36، 0.27، 1.7 ده أعلى واحد، يبقى احنا عايزين اعلى قيمه للفورس، فاعلى قيمه للفورس كانت في كيس رقم سي، يبقى هنختار اجابه بي اللي هي بتدل على الكيس رقم سي، اختيار اللي موجود عندنا. السؤال اللي بعد كده وهو سؤال مهم جدا جدا جدا، بيقول لنا the graphs illustrates the relation between the momentum of the body and the time. Which graph illustrates a force which is opposite to the motion direction؟ هو مش بيقول انا عايز الجراف اللي بيوصف الفورس، فانت هتيجي تقول لي احنا خدنا قانون بيقول ان الفورس دلتا بي ال اوفر دلتا تي تشينج المومنتوم اوفر تايم، هقول لك هو بيضحك عليك، هو مش عايز قانون الفورس ده، هو بيقول لك مين فيهم بيمثل الفورس اللي عكس الموشن، يعني الراجل بياكد لك ان في فورس عكس الموشن. طب هو لو في فورس عكس الموشن هل هتتحرك بمومنتم ثابته؟ طب وايه اللي عرفك ان المومنتم ثابته؟ ما هو يا استاذي بص كده هتلاقي المومنتم على الواي اكسس، وده معناه انه كونستنت، فده كونستنت مومنتم، فالماس كده كده ثابته، والمومنتم معروف انها بتساوي ام في، فلو المومنتم ثابته يبقى اكيد الفيلوسيتي ثابته كونستنت، وانا باثر عليك بحاجه عكسك المفروض تبقى بطيء. اما هنا المومنتم تمام، واضح ان مع الوقت بتزيد، لان المومنتم دايركت مع التايم عماله بتزيد مع التايم، فالمومنتم بتزيد معناه ان الفيلوسيتي بتزيد، وهو بيقول لك ان انا عكسك فالمفترض انك تقل، وده برضو بيزيد بس نون يونيفورملي، لكن انا المفترض لما انا بعمل فورس عكسك سرعتك بتقل، فبالتالي الوحيد اللي المومنتم فيه بتقل مع التايم هو الجراف رقم سي، فلما المومنتم تقل اكيد الفيلوسيتي هتقل لان الماس بتاع البادي ثابته ما بتتغيرش، فبالتالي نختار اوبشن سي اللي هي يكون اختيار رقم اي.
خلي بالك ده الاختيارات A B C D، ده في التنسيق بتاع السؤال، لكن انا يهمني الجراف رقمه ايه. كلام جميل جدا جدا جدا. ندخل على السؤال اللي بعده. A car of mass 1000، اروح جاي كاتب هنا M، moves in curved road at diameter 50، فاحنا نجيب الراديوس لان بنستخدمه على طول، الراديوس نص هاف الدايمتر يبقى 25، at speed 10 متر بير سكند، يبقى ده حضرتك ال V، بقى معانا M و R و V. So friction force needed to keep the car from sliding out. هنا يا سيدي الفاضل احنا خدنا فيه 5 types of friction force: gravitational force والtension force والfriction force والreaction والlifting. وقلنا لما الكار بتمشي في شكل circular path هذه الكار بتتعرض لنوع من انواع الفريكشن فورس اللي هي بتشدها ناحية السنتر. فهنا لما اطلب الفريكشن فورس اللي بتحافظ عليها بدون ما تطلع بره الكيرف، يعني يقصد بيها هنا انها center petal force، فهت equal m v square على r. نروح مشكورين حاطين الام، الام بكام؟ 1000. الفي بكام؟ الفي ب 10 all power 2 على r. الار بكام؟ ب 25. نضرب 1000 في 10 باور 2 على 5 على 25 اسف، تمام، اللي هي الار، تطلع معانا الاجابه 4000 نيوتن، فنختار اختيار رقم سي. يبقى هنا اعتمدنا على حاجه في النظري ان الفريكشن فورس سعادتك بتاثر كسنتر بيتل فورس في الجزئية اللي احنا اتكلمنا عليها دي. تعال ننقل على السؤال اللي بعده. بيقول لي هنا in the hammer throw sport، يعني رياضة رمي المطرقة، knowing that the player makes 10 complete revolutions in 8 seconds، ثواني بقى لان هو اداني 10 revolutions في 8 seconds واحنا ما بنشتغلش بالكلام ده والكلام ده بيضرنا، فاحنا بنحب نجيب البريودك تايم اللي هو احنا اتفقنا من شوية زمن اللفة الواحدة او time of one cycle، مش احنا اتفقنا على كده، ده اسمه بريدك تايم، فهيساوي التوتال تايم اوفر النمبر اوف سايكلز. ده لوجيك، ده مش قانون عندك، انا عايز انا عندي عدد تايم كتير وعدد سايكلز كتير، فعايز التايم بتاع واحده، فالتوتال تايم 8 والسايكلز عددهم 10 يبقى ايكوال 0.8 سكندز. ادي اول معلومه كده بنقرا السؤال صح، مش هقعد اقرا السؤال في الاخر وانقي الاجابات، انا ما ببصش على الاجابات الا في الاخر بعد ما اوصل للحل. Using the data on the figure, so the tension affecting the player arm. هنا احنا اتفقنا ان السنتر بيتال فورس كام نوع؟ خمس انواع: تنشن وجرافيتيشنال وفريكشن ورياكشن وليفتنج. هنا تنشن يبقى عايز سنتر بيتال فورس برضه، ومدينا الماس ومدينا اللينث اللي هو هيبقى الريديس لانه بيشد، لان يعتبر انا السنتر. طيب ما هو انا اقدر اعمل اف ايكوال ام في سكوير على ار، لان كل حاجه مظبوطه، ده بالكيلو وده بالمتر وده بالسكند. نحط هنا 7 تمام، الفي سكوير اوبا طلعت الفي سكوير مش معانا، والار معانا ب 0.7. هتقدر تحسب بقى الفي سكوير، نقدر نجيب الفي من القانون المشهور التاني اللي هو بتاع التانجنتال فيلوسيتي 2 باي ار على تي. نحط ال 2 ونحط الباي ب 3.14، وتحط الار بكام جبناها؟ هي موجوده 0.7، وتحط التي 0.8، نعوض بيهم على الكالكوليتر، يبقى 2 تايمز 3.14 times 0.7 over 0.8، تطلع الإجابة 5.5 meters per second. مش دي الإجابة، ده دي كده قيمة الفيلوستي، أنا مش عايز قيمة الفيلوستي، أنا عايز قيمة الفورس، فبالتالي الفورس بتساوي، إحنا كانت في سكوير مش معانا دلوقتي جبناها، هتبقى 7 times 5.5 all power 2 اللي إحنا لسه جايبينها over 0.7. كلام جميل، نجيبها تمام. تطلع الإجابة ب عندنا 3 تمام، عندنا 300، عندنا 200، عندنا 300 2.5، عندنا 500 3.2 تمام. بص كده معايا، نضرب ده في ده كده، طلعت معانا الإجابة 302.5 نيوتن، اهي 302.5 نيوتن، فكده نختار اختيار رقم A. تمام، كلام واضح اهوت. شوف احنا بنمشي واحدة واحدة، قرايتك للسؤال مهمة جدا.
جبنا رقم واحد البريدكت تايم، عشان لاحظنا انه مش مديهولنا، هو مدينا تايم كتير لعدد سايكلز كتير، فنعمل التوتال تايم على عدد السايكلز. بعدين مدينا ماس ومدينا لينث اللي يعتبر هنا راديوس. جيت اعوض في القانون، ما لقيتش معايا الفيلوسيتي، لقيت معايا الام والار. دورت، فتحت ورقه المفاهيم، عملت اي حاجه، افتكرت ان الفي 2 باي ار على التي، لقيت معايا البريدكت تايم اللي انا لسه جايبه، والتو باي معانا، الار اهيت حطيناها طلعت معانا 5.5، عوضنا بيها طلعت معانا الاجابه. طيب ندخل على السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده بيقول ايه؟ If the speed of the body by which the body rotates in circular path is doubled, center orbital acceleration يجرى لها ايه؟ استأذنك تكتب الرول، ما تفتيش بدماغك، ما تقولش doubled وما تجريش ورا الكلام ده، اكتب الرول. acceleration equal v square over r. هو قال ان ال v doubled، دي الحالة العادية دي اللي هي v square على r. طيب هو قال انها دبل، فشيل ال v واحط 2v، بس ما انساش ان عليها سكوير. هل اعمل 2v سكوير ولا 2v all power 2؟ لا طبعا 2v all power 2، لان انا شلت ال v واستبدلتها ب 2v، وبعدين ناقص بقى الباور 2 حطيته عليه r. 2 باور 2 يبقى 4، وهنا v باور 2 r، يبقى انا كانت v سكوير على r، دلوقتي بقت v سكوير على r بس multiplied 4، يبقى معنى كده انها زادت كام مره؟ زادت 4 مرات، فنختار الاجابه increases 4 times. السؤال اللي بعد كده بيقول لي As the body rotates in circular path, which of the following choices is correct? هل ال linear acceleration، بما انه حضراتكم ماشي في circular path، يبقى linear acceleration دي acceleration في خط مستقيم، هل بيمشي في خط مستقيم straight line اصلا، ولا هو بيمشي في circle؟ في circle، يبقى اكيد ال linear acceleration بتاعته بزيرو. طيب والcenter orbital acceleration، اكيد الcenter orbital acceleration هل هيبقى عندها زيرو ولا عندها فاليو؟ هيبقى اكيد عندها ايه؟ فاليو، مظبوط ولا غلطان؟ طيب هنا دي زيرو وهنا زيرو، يبقى انا مش هختار الاختيار ده، هنا زيرو وهنا هاز فاليو، فاختار اختيار رقم دي، لان احنا قلنا ان اللينير بزيرو والcenter orbital acceleration عندها فاليو، فبالتالي هنختار الاختيار ده. وكده يبقى وصلنا للاند بتاع الترايل اكزام دوت، وفي ورقه مفاهيم موجوده في الاخر. انت تعمل ايه؟ تذاكر عادي جدا، لانك تلاحظ ان ورقه المفاهيم مثلا لو انا وريتها لك تمام، هتلاقي ان ما فيهاش قانون. ادي ورقه المفاهيم تمام، ما فيهاش اهي الورقه اهي، ما فيهاش قانون البريدك تايم اللي هو توتال تايم على النمبر اوف ايه اوف سايكلز اللي احنا بنحل بيه. فده اللي يدل ان انت لازم تشغل ايدك شويه، او ممكن تاخد ده نوت في ورقه المفاهيم اذا كان مسموح، ولكن الفكره ان انت لازم تشتغل اصلا بايدك، تخلص المذاكره سريعا. وانا عامل لكم زي مراجعه جريده كده موجوده على البيج، لو قلبت في البوست هنا في البيج هتلاقيها، وبعدها تبدا تحل الترايل ده، وبعدين تقعد تحل لك امتحان او اتنين او تلاته، واحنا بنبعت نماذج امتحانات المعاصر اول باول باذن الله تعالى. كده يبقى وصلنا لنهايه الامتحان زي ما قلنا، هيبقى في فيديو تاني زي ما اتفقنا للاسئله الخاصه بالجزء الامتحان بتاع مراجعه الجريده والاسئله اللي فيها. اشوفكم على الف خير ومع السلامه.